على عيونك يا زينب حلم مذبوح، وكل عينك دمع بس ما بكيتي. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. لعن الله الظالمين لكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وحاربت أحمد المختار خيرتها، واستأصلت فرعه شيبا وشبانا، وأضمرت لعلي حيث طلقها حقدا، وللبضعة الزهراء أضغانا. هاي الدنيا. وجرعت حسنا من صابها قصصا، قصت به لهوات الدهر أشجانا. وجهزت لحسين جندها فعدت عليه حتى قضى بالطاف ظمآنا، وفرقت آله من بعده فرقا في كل ناحية مثنى ووحدانا، نوازحا فكأن البين وكلها بأن تجوب الفلا سهلا وأحزانا. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة. والله غمها من دنيا اللي سبج زينب بتعلي. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة الحانا فالحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصوب الدمع وقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رغايانا. يا طارشي واد النجف، لما لفيته قل له يا ابو الحسن ياين ليش ابنك نسيته. يلا وياي خل اسمعك وين النعوة. يا طارشي لما وصلت النجف نادي، قل له يا ابو الحسن يا غوث المنادي، ابنك وحيد بكربلاء بين الاعادي، ذبحوه ضامي والعدا داسوا ثنيته، وويلاه
قل له يا حيدر داست الخيل على صدره من عقب ما خز الشمور بالسيف نحرة. قل له بناتك عقب ذاك الخدور يسرى حرقاو ولا حرقاو خباها ليش ما جيت وطفيت. يمكن هذا البيت راح يعجبكم كثير. بالله عليك انت من فك مشاكلك تصيح يا علي؟ ها شوف زينب شو تقول لهنا. رحمك الله يا ساري. قل له يا ابو الحسنين دايم تسمع الصوت كلمة نخاك بضيج تحضر ليا منعوت. وزينب نخدتك بالطفوف بحرق البيوت من النجف لأرض الغاضرية ما لفيت. قل العقيلة تقول أشد وأعظم يا بونا من قعدة والسجاد وإحنا سلبونا وصحنا على أخوتنا الضياغ ما لفونا. واحد واحد حشميت باسمه ونخيت ناديت يا عباس يا جاسم يا الأكبر يا عون يا عثمان يا مسلم يا جعفر ويا الخايضين المعركة يا ولاد حيدر حتى الذي برض المدينة خشميت. لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العلي العظيم. احنا شيعة المرتضى نقدس كل ما يأتينا عن رسول الله، لو مو نتكرم من عنده نتشرف به. شو تقولون الآن من يجينا حذاء رسول الله؟ ها مو الناس تتبرك به؟ كيف إذا ناس عاشوا مع رسول الله؟ الفكرة اللي أخذوها علينا كثير من المسلمين أننا نكره صحابة رسول الله، هاي غلط. بس إحنا ما نقدس كل الصحابة، هاي بس مشكلتنا. وعلامة الاستفهام مش بس عندنا، حتى عندكم. وجاي نشوف أخواني المسلمين، إذا نريد نقدس ناس قتلة أو مجرمين فهذا طعن بالعدل الإلهي، لأنه ما ينبغي لي أن أحترم لإنسان
ثبت بالأدلة القطعية في السنة النبوية أنه قاتل أو مجرم أو معتدي. بس هاي مشكلتنا معاك احنا. ثم احنا عندنا قطب الرحى بعد رسول الله هو المرتضى عليه السلام. احنا نقول شكو واحد صار جبهة ضد الإمام علي معناها باطل، لأن رسول الله في صريح قوله علي مع الحق، فإذا واحد يوقف بجبهة ضد علي بن أبي طالب يعني خلاف الحق، يعني جانب الصواب. ليش تزعل من كلامي لما ما أرد حاجيك بالمنطق؟ ليش تكفرني؟ مثل ما أنا أعترض عليك أنك أنت جاي تقدس ناس ذولا قتلة لآل رسول الله، تنازل عن تقديسهم أنت، تحتل المشكلة عندي وعندك. لأنك إذا قدستهم أنا ما تضرني، تضر نفسك، لأن ربك نهاك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ما يجوز لك تحب لك ظالم، راح تشملك اللعنة وتكون من أهل النار. كلمة قلتها وأقولها وأكررها لأن هاي مو في أمهات كتبنا. تدرون شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؟ هذا مو من أدنى. يذكر قصة حقيقة عجيبة، وسأقلكم منين توارثوا هذا الحقد والبغض لآل رسول الله. يقول عندي صديق هو ابن أبي الحديد، يسولف له رقم الخطبة إذا حبيت تحفظها 104 يشرحها. يقول صديقي ينقل لي قال عندنا فرد عالم ببغداد عاف بغداد وشال راح سكن بالشام، بعد فترة شفته ببغداد رحبت بي قلت له ها قد راح تقعد ببغداد؟ قال بعد ما راح أرجع للشام. قلت له ليش؟ قال أسولف لك، أنا رحت الفرد قرية سكنت بيها، تفاجأت مدة أذني ما تسمع واحد اسمع علي لو حسن لو حسين، ماكو. ترى حقيقة الاسم دلالة على المحبة، أنا أقول لك دلالة على المحبة بدليل. أنا الآن أقسم لكم ما فينا واحد اسمه يزيد أدنى، وفي عيالكم ماكو واحد اسمه يزيد يسمونه؟ ليش محاربين هذا الاسم؟ لما تردونه. فالاسم دلالة على المحبة، محبة مو زين. قبل لا أكمل موضوعي، وذا الاسم دلالة على المحبة دورنا ما لقينا، إذا حبيتوا تدورون تتعبون بس هم ما تلقون. الخلفاء من آل مروان وبني أمية بني العباس ولا واحد بيهم سمى علي، دور، ولا سمى حسن ولا سمى حسين بعد ولا سموا فاطمة، بس فرد واحد عبد الملك بن مروان سمى بنيته فاطمة خذاها أشرف بني أمية عمر بن عبد العزيز. بعد ما تلقى، قالت عربنا مول ما تلقى تتعب. ويقول لي حبونه خلي يسمون على الأقل اسمه. يقول ما لقيت لي واحد اسمه بهالعنوان، طلعت قلت اسكن بغير قرية، طبيت القرية اخرى لقيت لي شايب قاعد يمأتبت بابه. قلت له يا شيخ انا عطشان، طل راسه ببيته وصاح بويا حسن حسين جيبوا لعمكم ماي. قلت عافية، هذا مسميهم خوش زلمة
دنيت له قلت له ليش غيرك يهجر هالاسامي ما يسميهم؟ قال عمي تدري اولادنا فضوليه ياذون، برع ابني صغير وبرع ياذي وانا احمق عليه. عمي اذا ابني اسمه يزيد يصير اغلط عليه؟ لا ما يصير. بس يقول انا تعمدت ان اسمي اولادي على اسماء اعداء الله حتى من احكي عليهم لا باس. شوف شلون، قلت ويه هو هذول قاعد يمهم ماني قاعد، طلعت عنهم رجعت. هذا مولاي تعرفون ليش؟ لا اكو قصه كلكم سامعينها وكم حافظينها. ذاك اللي يقول طبيت اعتقد لو للموصل لو هي دمشق، لقيت الوادم مثل ما يخلصون صلاة، أنا اليوم حتى لو الوقت ياخذني لا بأس، لأن كان عندي موضوع أرد أحكي بس ذكرت شيء كون أقوله. بارك الله فيكم. هسه ذا واحد مثل يجي يعترض علينا يقول الشيعة يبكون، نجاوبه الشيعة يلطمون يطبرون، عندنا جواب. بس إذا يتشذب علينا شقل له، هاي عندي إياها بالموبايل، ولا لحية كبرها وقاعد بالأمام الملأ العام وتشذب، ليش ما تستحي وتسمعك خلق الله كلها؟ حماد يمكن يحكي صدق. الآن أقولكم شو يقول، يلمض كنا حية بالفضائية، ما يستحي لا من الله ولا من رسوله. يقول الشيعة من يخلصون صلاة بس يخلصون يقولون خان الأمين، بالله عليكم تقولون خان الأمين؟ يقول الشيعة من يوقفون جد رسول الله يقولون خان الأمين، يرحتوا للمدينة توقفون قدام رسول الله وتقول خان الأمين؟ ليش تشذب علي أنا ولك؟ ما تستحي. إذا أنت تشذب بعد شنو من جواب علمي ننطيك؟ شلون حاجيك؟ والله هذا يعني شي يسوي بينا؟ هذا كلام زور. إحنا نقول نعتبر رسول الله علي بن أبي طالب كما هو قال، قال أنا عبد من عبيد رسول الله. احنا نقيسه بهالقياس هذا ونقول لا النبوة إلا وخذها من عند رسول الله؟ هذا كفر، هذا لا يقول به أحد. بس أنت كذاب ودين ما عندك وتريد تثبت أحقيتك بالكذب، والكذب لا يوصلك إلى غاية. والأعظم من هذا يطلع واحد آخر، يا أخي مو ناس عاديين، 200,000 يصلون وراء بمصر، 200,000، ها شخصية عادية؟ وبخطبة الجمعة مولانا يقول لهم الشيعة من يموت ميتهم يكسرون ايده اليسرى ويدفنونه، يسوونها للكويت؟ بالله انت علل لنا ليش نكسر ايده؟ قال مو هذا يدري يوم القيامة الله ينطيه كتابه بايده اليسرى، حتى اذا انطاه باليسرى يقول له سامحني انطيني اياه باليمين مكسورة. شوف الحكي بالله عليك، انا هسه ما اشرح على هذا ولا الكذابة. هاي الناس ما بيهم واحد واعي سيل عمي مين جبتها هاي؟ ما يدور كتاباتنا؟ والله اخواني كانت بالحوزة العلمية ينقلوننا كلام اقول هذا كذب، احنا نكذب عليهم، ولكن الان بالمال العام جاي يحجون به، وهذا اصبح من العقيدة. يا اخي اتقوا الله فينا واتقوا الله في آل بيت رسول الله. ليش تكرهوننا؟ شي نحب آل رسول الله؟ مو امام من ائمتكم قال ان كان رفضا حب آل محمد فليشهدوا الثقلان؟ تكرهنا وتبغضنا وتعادينا وتقتلنا وتفجر بيوتنا لأننا أتباع آل المصطفى؟ ما نجوز منهم احنا، لأن إذا ابتعدنا عنهم يعني ابتعاد عن التوحيد عن الله. بل يا أخواني، فيقول دخلت إلى المسجد شفت الوادم من يخلصون صلاة، بمجرد ما يخلص صلاة يبدأ بسب الإمام علي عليه السلام. شفت واحد من خلص صلاة ما سب، اجيت له قلت هذا يمكن عنده الجواب، قلت له شيخ الوادم ليش من يخلصون صلاة يسبون على ابن أبي طالب؟ قال عمي الناس أجناس، ناس ما تخاف الله. سزين هذا صاحبك ما حد يعرفه، عمي أكو ناس يسبون الحجاج بن يوسف، عند الحجاج احسن من رسول من على ابن ابي طالب. هيك اكو عقليات. هذول تدرون شلون رباهم؟ هاي الشام اسلموا في عهد معاويه، معاويه اللي شال سيف
وخذ جيش وطلع لمقاتلة الإمام علي. تصور يعلمهم من ضمن الدين حب الإمام علي، يقلهم بالله عليكم. ما شفتوا شلون مهد اليزيد بحيث بس قالهم يلا نقاتل الحسين بن علي، طلعوا من كل حدب وصوب. هسه انت يا عمي اللي جاي تسيئنا وتقول انتو تكرهون صحابة، لا مشتبه، احنا عندنا بعض الاسئلة والاستفسارات، اجبني انت وانا ما نختلف على الامام علي، شو تقول باللي قاتل على ابن ابي طالب؟ اجبني اقنعني. وإلا من ضمن أصحاب رسول احنا ندري منهم من ضحى بكل ما يمتلك من أجل دين الله. تدرون الدين بدايته شنو كان؟ دين بدايته شلون الناس تعبوا؟ عبد الله بن مسعود قرأ قرآن علن يم أبو جهل، قام شلع ذانه، ذانه شلعها. وبحرب بدر ورا 13 سنة مولاي اجى شافه طايح، ابو جهل طايح، اجى تربع على صدره فك عينه، قال ها جاي يسوي، قال قتلك، قال له اذبحني من صدري مو تذبحني من رقبتي، مو انا شيخ، ما يصير تاخذني يا محمد راسي صغير، كون انا تبين كبير، كون اخاف خاف من عندي، قالوا لك لهنا وما تتنازل، خلى السيف بحلقه وقطع راسه من النص. عبد الله بن مسعود وجلاله قدره، اقروا بالتاريخ من كسر ضلوعه، اقروا التاريخ اخواني، ضلوعه يا وكسرها. انا قلت احكي مقدمه حتى اعرج على سلمان المحمدي ليله وفاته على روايته، بس لا باس أنه هذا الرجل الطالب عن الحقيقة أو الباحث عن الحقيقة. أقل تقدير لعمره 370 سنة، أكو قصة يرويها كتاب بطل العلقمي جدا حلوة، أنا أول مرة أقرأها، أول مرة أقرأها لكم، لا بس حتى أول مرة أقرأها على المنبر. سلمان كان دائما يحضر في بيت رسول الله يتشرف بالحسن والحسين، فشال الإمام الحسين متشرف به. الإمام الحسين شاف لحية سلمان طويلة، مد إيده على لحية سلمان، ظل يلاعبها، قبل إيد الإمام، قال له سيدي صدق أنت سيدي وابن سيدي ومولاي، بس أنا عندي فد حساسية، إذا واحد يلعب بلحيتي شوي أضوج، لا تجيس لحيتي، أنا أكبر منك سن. قال خليني بالقاع، وجابني سلمان عندي حاجة وياك. سلمان احكي لي عن دخولك للإسلام والمفاجآت اللي شفتها. قال له مولاي احنا أهلنا كانوا مجوس يعبدون النار، وأنا شفت ناس عندهم كنيسة وتأثرت بيهم والتجأت إلهم، ولما مات هذا الراهب كتبني إلى آخر، وظليت مولاي أخدم في المعابد المسيحية وأعبد بس الله الواحد القهار، إلى أن مر علي زمن مات هذا الرجل الراهب، كتبني إلى آخر، وجيت لطريق إذا أطر هاي الغابة يمكن بأربع خمسة أيام أوصل، وإذا أريد أفتر عليها يمكن أخذ لي شهر، فتوكلت على ربي ودخلت للغابة. هو يسولف، يحفظ المصدر لا أنسى، بطل العلقمي، كتاب اسمه بطل العلقمي يرويها. قل طبيت للغابة مولاي، لما توسطت الغابة، وصلت لموسط الغابة، فوجئت بمفترس، حيوان مفترس اجى صوبي، وأنا كأني توسلت بالله بأولياء، يا مولاي حضر لي رجل خلصني من ذاك المفترس قتله،
وظل في بالي أرد أعرف ذاك من هو. قال له سلمان. أكمل لك القصة سلمان؟ قال لي مولاي. قال له أنت لما ما قتل لك ذاك المفترس قلت أرد أكافئة. شنو أكافئة؟ التفتت شفت أزهار نابتة على الأرض، خذيت لك قمتة من الأزهار شلعتها وقدمتها إلى. قال لي مولاي وين تدري؟ قال شون ما أدري، ذاك الرجل هو أبي. أبي زين، إذا أبي بذاك الوقت كان موجود وأنا موجود، أينا أكبر أنا أم أنت؟ تعترض على هذا الكلام؟ إن أول شيء خلقه الله يا جابر هو نور نبيك. لا وبعد تعال حلل الكلام، مدام نور النبي إجماع المسلم حسين مني، إذن حسين كان معاه، علي معاه، روحي فداهم. أول ما أشهدهم الخلقة. والله أخوانك أنت تصور هالرواية إحنا نرويها، لا في كتب المسلمين خلقني الله قبل أن يخلق آدم 14,000 عام، هم خلقتهم قبل الناس كلها، روحي فداهم. وانت أقرأ هذا دعاء الإمام الحسين يوم عرفة، والله كأنه ناظر إلى خلقة الكون، لأن الله أول ما بدأ منهم خلقهم. هذا سلمان نهايته اجى مولاي سمع راح يجي نبي في المدينة، وفي المدينة استقر واشترى تمرة يهودية وظل أدها إلى أن صار مقدمات، شاف النبي طبع عليه للمسجد والنبي اجى يشتري. هسه ذاك المالك طلب من رسول الله 40 نخلة، النبي قال له سهلة، جاب النوى فصمة، هو بعد ما حد ينكر قدرة رسول الله، يخلي الفصمة بالتراب بس يطمها تصير نخلة تطلع له تكبر 39 وحدة، 39 وحدة نبتت إلا وحدة ما نبتت. تدرون ليش؟ دور ياها وزرعها ما كضت، مو حسبنا هذا المالك، قال 39، قال يو زرعها، قالوا له فلان زرعها. اجى النبي بحثها مرة ثانية، هو طمها بإيده، يلا طلعت. وخذها سلمان. سلمان أسلم حقيقة حتى أصبح من آل رسول الله. سلمان منا، ولجلالة قدر سلمان واحترام آل رسول الله لسلمان، لما يموت سلمان مثل الليلة الإمام علي يطلع بالليل يوقف مولاي بالمدينة بالبقيع يقرأ ورد، وإذا هو بالمدائن. فتت خطيب كان يقرأها بالبصرة قديم، وقالهم الإمام علي وقف بالمدينة صار بالمدى. واحد قال له انه جنب بيتك عليها الكذبة، منين جبتها؟ قال لها كذبة عاصف بن برخياء وصي سليمان يجيب عرش بلقيس برمشة عين من اليمن الفلسطين، انت ما مو غالي اذا ترويها مو كذبة، وانا اروي عن من عنده علم الكتاب، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب صعب علي أن أقول طلع من المدينة للمدائن. ها والله أخواني الآن العلم الحاضر يكشف لنا القدرة العلمية عند آل رسول الله. صديق عندي قلت وديني لقرايتي تأخرت بالجهاز، مولاي عنده خدمة بالجهاز، قال يا طريق أشوف أنه سهل إلك 3 طرق، قال شوف هذا الطريق ما بي أحد، قال يا شيخ حديدة روت لي علم الغيب وراوتني المغيبات على ابن أبي طالب ما يروي لي آل رسول الله، ذول استخبارات الله في الأرض، سفراء الله في الأرض، الله ما ينطيهم هالعلمية هاي؟ أخلصوا مع الله، الله فتح عليهم نور العلم. بلي وغسل سلمان وكفن وصلى عليه ودفنه. وأقرأ
ليش الإمام هو اللي اهتم السلمان مو غيره؟ كان غيره دفنه. مثل ما أئمتنا بعضهم يحضر البعض، الإمام يدري أن سلمان معصوم وهو منهم، لهذا استلزم على الإمام أن يوصل إلى سلمان ويغسله ويكفنه. يخاطب الأديب يقول له إحياؤك الموتى ونطقك مخبر بالغائبات عذرت فيك لمن غلا، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلا. شلون حاله؟ أريان يكسوه الصعيد ملابسا، أفديه مسلوب اللباس مسربلا. ويلي عليه. يقول الإمام السجاد عليه السلام من شفت عمر بن سعد اهتم ودفن كل قتلاه وموتا، شفت ما ظل على واهجة الأرض غير ابن بيت رسول الله. وما أريد أأذيك أكثر إلا أن أتصور عريان، لميت عماتي وأخواتي وجيت وقفت أريد أصلي عليه وفرقونا بضرب السياط، ممنوع تصلون على الحسين بن علي، وتركوه بلي دفن. يعني أريد تتأمل خوية، الشمس غربت وطلعت والإمام نايم على التراب، وغربت وطلعت والإمام نايم على التراب، وغربت وطلعت والإمام ثلاثة أيام وحوالي الدماء، ومنك أبو فاضل ويما علي الأكبر ويما على إيده ها طفل الصغير عبد الله الرضيع. شلون طلعت منه زينب بنت علي؟ وينك يا ملا عطية؟ أنا أتمنى من أقرأ هاي القصيدة ما تقصر تقرأها وياي، غفر الله لكم. يمكن إحنا لغيركم هاي الطرق ما نقرأها لأن ما يشيلونها، بس أنتم بارك الله فيكم. الأحساء والقطيف والبحرين هاي طرقهم ها، هيك يعازون فيها بالمآتم. زينب صاحت ريض بينا نواري بو علي ونجهزه، وتركونا النوح يمه والشعور مجززه، ما يصير نشيل ما ننصوب لابو سكن غزة، أرد نفس نار قلبي كان تبرد جمرته. بعد فديتك بارك الله فيكم. مو الإمام يقول وارحم الصيحة التي كانت لنا، هاي هي الصيحة ها لا تنساها، ولا ريض بين أنواري جثة حسين الشهيد، لا يشيل الضغن عنا ويظل مرمق للصغي، يا رباب بعجل قومي وزيحي عن جسم الحدي، وسجي ابن امي عديل شن على وجه طيخته. ما تتساءلون ليش الخطيب قال يا رباب بعجل قومي؟ ليش الرباب مش غيرها؟ هذا من العطية عالم. ليش قلت يا رباب؟ تدرون ليش؟ لانه هذا الامام روحي فداه عريان، بناته وخواته تمنعهن هيبته ان يدنله، لكن هذه زوجته تقدر تباشر جسده. يا رباب بعجل قومي
وزيخ عن جسم الخدي وسجي ابن امي عديل شن على وجه طيخته ولا التفتت الذاك العليل مقيد ويحمل العين نادت اطرح السلاسل عنكو خلها الوني قوم ويا الحرام من قبل السفر ندفن حسيه انا في ضد موقعني وانت قلب جثته وويلا ظلال السجاد يتلهف ويجري مدمعه يصيح عمه وصال ابوي حسين كلها مقطع شلون اشيله وجسمه المرضوض بيشن جمعه قولي من هو يشيل نعشه وياهو يحفر حفرته قبل لا اقرأ البيت المؤلم اصرخ حسين صاحت انا وهاليتامى نقوم نحفر لقبو والغسل بالدمع ما يحتاج كافور وسدو والاكفان نشوف كان على الحرم ظلت ازور وزندي وزندك نعاش يبني ونشيل جنازته ولا صاح عم الوقت ضيق والضعن عزم يشيل والحرم ما تدفن الموت وانا قيدي ثجي نحل عظامي يركوب على الجمل وانا عليل وهالاغلال اللي بهضت جسمي يا عم وهدت عم ودعي اخاكي وانت على ظهر الناقه شيل البيت وياي صاحت لو خيروني يا خليصي بقيت وياك لقعيد لعد جسمك يا نور العين وانعى لكني لو ظليت من يبرى اليتامك لو طوح الحادي وحده بهاي الضعين صحت خويا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة أنا ماشي يا حسين قوة ما تدري الشمر بي السوى ترى صوت علمتوني صوت علمتوني يتلوى بعد فقرة أقول لك بيها سكينة ألقت بنفسها على جسد أبيها اجوا الأعداء قوموا يا سكينة ما قامت قوموا يا سكينة ما قامت الراوي يقول أخذوا يضربونها يقول من ضربوها فرد مرة يسمعون صوت من سكينة تقول لأبويا أبويا عوف إيدي قتلوني قتلوني الأعداء تبين الأب هو لازم إيد بنته ويلي 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 يبا برضاك لو رغما عليك عليك يجرني العدو من بين يديك وانا نخوادير العين ليك صدقت يلا وياي للمسنايات هات والعبرة جرية صاحت يا نايم عالثرى يا زينب سبي عقب الخدر للشايم يردوني هدية
يلي جبتنا قوم ردنا للمدينة وعلى حسين واحزني على حسين واحزني وعلى حسين حسين هل وفاك جدك زائرا على عيونك يا زينب حلم مذبوح وكل عينك دمعها بس ما بجيتي